السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شغلة بدي أتشكر كل الناس اللي فاتوا على القناة واشتركوا بالقناة وعملوا لايك وعملوا تعليقات كتير حلوة. أنا بتشكركم من كل قلبي، حتى لو كنتوا عم تجاملين المجاملة، فبتشكركم عن جد من كل قلبي على الدعم اللي عم تدعموني إياه. هاي شغلة. شغلة تانية كمان بدي أتشكر الناس اللي فاتوا على القناة، كمان اشتركوا بالقناة وتاني يوم غيروا رأيهم ولغوا اشتراكهم بالقناة. ليش؟ ما بعرف، هن في إلهم وجهة نظرهم وهن حرين، ما حدا مغصوب على أي شيء. كمان بتشكركم من كل قلبي. أنا القناة عندي بتحكي عن كل شيء بيتعلق بالحياة، إن كان الكترونيات، إن كان رفاهية، إن كان مواضيع، والقناة جديدة لسه. وأنا إن شاء الله عم تجي أفكار، يعني كل ما بتجي أفكار جديدة بطرحها وبحطها على القناة عندي. فاللي حابب يدعمني بتشكرك سلف، ورجاء اللي عم يشوف الفيديو يشترك بالقناة إذا عجبك الموضوع، وعمل لايك، واي تعليق حاب تعلقه كمان نحن حاضرين. الاشتراك بظن ما رح يأثر على حدا ولا رح يضر اي حدا، يعني هو مجرد اشتراك. فشكرا لكم سلف، ويلا خلينا نشوف الفيديو هلا. هذا ما شاء الله ما شاء الله. تعال خلينا نطعم البطاط.
ما شاء الله، مع منظر الغروب طالعين كتير حلوين. شوفوا منظر الغيمة أحلى ما شاء الله. يلا روحوا على البيت، حاجة حاجة. ما شاء الله، شو كتار. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام اخواتي، هذا الفيديو كمان حبيت صور لكم لليوم. اذا عجبكم اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو، وتشكركم كتير كتير على الدعم وتدعمونا اياه، وشكرا لكم. تمام، بنشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.